بصفحات اقتصادية بصيرني استضيف باستوديو لبنان الحر الخبير المالي والاقتصادي استاذ عبد الله حرفوش. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. عم بستضيفك اليوم نضوي شوي على الايكو سامت، على كمان كيفية الاستثمار المالي او توجيه المالي والاستثماري بلبنان، كيف عطول عم تشتغلوا لكم فترة على التسقيف المالي تأجع سميها مزبوط، متبلشوا من ولاد صغار لتوصلوا للكبار. عندكم نشاط كتير حلو له حوالي سنتين مبلش، صحيح؟ مزبوط. وبقلب حديثنا رح نحكي أكتر عن المؤتمر اللي رح يصير ب 17 أدار، تفاصيله وظروفه وليش بهيدا الوقت تحديدا. كيف التوجيهات اللي عم تعطوها للناس، التسقيف اللي عم تعملوه وعم بيلاقي نتيجة؟ ولا صراحة أنا أول شيء هيك مبسوط رجعت معكم بعد سنة على الأد، من سنة على الأد كنا هون كمان استضفتيني ضمن الأسبوع العالمي كمان للمصاري Global Money Week. نحن من صرنا مثل ما قلت سنتين ونص تقريبا عم نشتغل على موضوع الثقافة المالية والاستثمارية بمجتمعنا اللبناني، وهيدا الشيء اللي كان مثل ما حكينا من سنة انه كان مثل تابو، يعني ممنوع حدا يحكي بالمصاري، ممنوع حدا يحكي فيه بشكل كبير. ايه انا اوعد تسألني انا شو بقبض وشو بجيب، او اوعى مثلا فور اكزامبل لا هيدا الزلمة بيحكي بالمصاري، لا هيدا مادة وهيدا، لا لا خليه يحكي بشي تاني. وهيدا وعلما انه اكترية المشاكل اللي عم نعاني اليوم منها بمجتمعنا، اكترية الاسباب للطلاق، اكترية الاسباب للخلافات، اكترية الاسباب للهجرة، اكترية الاسباب للبطالة، هي وضع المال والوضع المادي مظبوط والوضع الاقتصادي. وكله بيحكي بس بطريقة نق بلا ما حدا يجرب يلاقي الحل. اليوم اوكي في مشكلة نحن واقعين فيها، ما بتخفى عن حدا وكلنا بنعترف فيها رأسا، يعني طيب هاي المشكلة شو الحل؟ إذا ما نضلنا نقول من اليوم لبعد 20 سنة الحل إنه الدولة تخلق وظائف عمل، ما رح نوصل نتيجة، رح نضلنا عم ننق ونهاجر ننق ونهاجر ننق ونهاجر. اليوم نحن قلنا لا، اليوم شفنا برا شو عم بيصير، كأنه نحن مشهورين بلبنان ناخد كل شيء عاطل من الغرب، خلينا ناخد شيء حلو هالمرة، قلنا خلينا نشوف شو الشيء الحلو اللي عم ينعمل هونيك ونقدر ناخده. وشفنا إنه في عندهم هيدي الثقافة المالية اللي عم بيجربوا يوعوا العالم فيها أكتر وأكتر، لحتى العالم اليوم كل إنسان منا بيقبض مصاري، كل إنسان منا بحاجة يعرف هالمصاري اللي بيقضى شو بده يعمل فيها، وكل إنسان منا بحاجة يعرف إنه لأ في حلول موجودة، ولكن مهم يعرف شو هي. واليوم أنا ما بلوم حدا، يعني لأنه اليوم ما حدا علمنا بالمدرسة، ما حدا علمنا بالجامعة، حتى الأشخاص اللي بيفوتوا على الجامعة بيعملوا إدارة أعمال أو بيعملوا بزنس، بس يظهروا منا بنسألهم شو البزنس اللي عاملينه، ما بعرف. إنه ما فيك أنت تكون فات على الجامعة بتعمل بزنس ما بتعرف شو البزنس. هلأ بلشوا بعض، هو للأسف ما كمان في نقطة تانية إنه ما في توجيه حتى يعرف حاله الواحد شو طموحه وما بحب يكون، مية بالمية صاروا متربطين ببعضهم. اليوم التوجيه الفورمل، وهلأ بنحكي عن الصمت فيها اللي عملناها بالطريقة، اليوم التوجيه الفورمل يعني تبع الجامعات وغيرها عم بتكون شو في خبرات وشو في كرات شو في مناهج عندهم. اليوم نحن لا بحاجة لتوجيه سوق العمل القادم شو رح بيكون، لأنه اليوم أنا ما بيهمني واحد يفوت يعمل اختصاص وبس يظهر يكون ولع عليه الزمن يطلع هيك لا لازم ارجع بلش اتعلم شيء جديد لحتى ارجع اطور حالي، صح؟ وهيدي المشكله. وما فيك كمان يصير عندك عدد فائده من نفس الاختصاص حتى لو كان جديد 100%. يعني اليوم حتى الاعداد، يعني بتطلع بالجامعات كل سنه بيتخرج كم مهندس، مين عم بياخذهم بسوق العمل؟ لك انا نحن على الارض مع الشباب استاج ببلاش ما بياخذون. طب انا المشكله هون دائما برجع بطرحها، طب هالجماعه يلي خلصوا جامعه وقعدوا سنه بالبيت، بعد سنه المشكله بطلت انه هن عاطلين على العمل، بعد سنه المشكله صارت انه صاروا غير قابلين للتوظيف بعدين بالدومين يلي هن عملوه، بفوت الزمن عليهم. لانه في عطول بده يضلوا اب تو ديت حتى يقدروا يشتغلوا اب تو ديت. واليوم صاحب العمل في حال فتح السوق له وبده يوظف رح يوظف فريش جراديوز او اشخاص بعدهم خالصين جديد او اشخاص عندهم خبره، ما حدا قاعد بالبيت، صح؟ هيدي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي عم نواجهها، انه نحن اليوم اوكي قادمين على عصر. هلأ في مؤتمرات عم تنعمل وعم روح على مؤتمرات برات لبنان كرمالها، هلأ بأبريل عنا مؤتمر جديد كمان للأشخاص نحن نحضره، يعني كله بتركيا بيحكي كله هيدا الشيء عن شو رح بيصير بالمستقبل بالنظام المصرفي، شو رح بيصير بالفنتك، شو رح بيصير بالعملات. هلأ تسمع أكتر شيء ديجيتال بيتكوين وما بيتكوين، هو الأخبار بس هو الخطرين، أنا ما بحبهم على فكرة، هو الخطرين للي بيجهلهم. وبمطرح من المطارح رح ينعمل لهم ريجوليشن تدريجيا من
هيك الواحد بده يروق شوي لانه عم يعملوا تحشيت العالم وعم بفوتوا بالحيطان بدهم يروقوا شوي. مش غلط انك تكون ما بتعرف فيهم يعني ما هي شغله جديده ما هي. وخصوصا انا اليوم هيدي بتنقال دائما انه مثل بامريكا كان يقوله وارن بافيت او حدا واحد من المستثمرين الكبار انه لما بتشوف الشو ميكر يلي بيصنع احذية عم بيحكيك بالاسهم وبالبورصه وقف ما تشتري وما تبيع. يعني اليوم كلنا صرنا كل شاطرين فيها هيدي كلنا صرنا نعرف فيها يات بعده هلا بالعالم كله المصارف المركزيه الحكومات بعدها ناطره تتعرف كيف بدها تتعامل معها. يعني ما بس نحن نسوي بس نحن كشعب حسمناها انه هول كتير منيح او هول كتير عاطلين. لا بمطرح المطارح الديجيتال كرنسي كتير منيحه ولكن بدها تكون منظمه. هلا احنا بنحكي فيها بعدين. اليوم مصرف لبنان اعلن حكم مصرف لبنان رياض سلامه كنا بمقابلة تلفزيونية قبل قلناها انه منتوقع انه المصرف اللبناني يبلش يعمل عملة الكترونية لقلو بلشوا اعلن انه بلشوا ولكن هيدي بتكون مدعومة من اقتصاد بيكون في شيء وراها وكمان برفقة مثل ما انتم عم تعملوا ثقافة حول هذا الموضوع. يعني اليوم المهم العالم يعرفوا شو يعني هذا الشيء شو يعني general كيف فيني استثمره وين فيني اصرفه كيف فيني استفيد منه بالنهاية هودي كلهم ما فيك تطحش قبل ما تكون يعني في خطورة اذا ما كنت عارف شو عم تعمل. اليوم انا قاعد معك ما بدعي انه انا بعرفهم كلهم انا هلا عم اتعلمهم. طب ما هن جداد ما هن مجبورين نضلنا up to date مجبورين نتعلمهم مجبورين نعرف شو هن. يعني في عالم كتير بيسألوني عن العملات الكترونية بقول لهم ما بعرف يا اخي انا بعرف هالعملة وهالعملة هدوليك ما بعرف من وين منبعهم اساسا من وين جايين. ايه مزبوط طيب يمكن اكتر وحدة انشهرت البيتكوينز بس في غيرها كتير كمان عم يتداولوا فيها كل بلد يمكن عنده خصوصيته في ميات الكريبتو انت فيك تعملي انا فيك اعمل. فهيدي الامور انا ليه نحن دائما بنقول بدنا ثقافة مالية واستثمارية. يعني اليوم بلا هالثقافة كل انسان هو عرضة بسبب الحاجة يلي موجودة هو عرضة انه ينسرق او هو عرضة انه يكون بمطرح من المطارح ما عم ينقل له الحقيقة. لانه اليوم اذا انا بدي امن مصرياتي نعم على اشخاص ما بعرف شو عم بيعملوا لي فيهم وانا ما بعرف شو عم بيحكوا يعني انا عم بحط حالي بخطر بطبيعة الحال. هذا شغلة كتير مهم عم تعملوه. بس ترجع للسؤال سألتك إيه. كيف عم يتفاعلوا الناس مع هالثقافة أو التسقيف المالي؟ عم بتلاقوا أنه فعلا براسهم في تغيير عم بيتقبلوا هيدا الموضوع عم بيحسوا أنه بيقدر يعملهم فرق؟ إيه صراحة كل اللي عم تتواصلوا معهم يعني صراحة مش أنه اللي عم نتواصل معهم نحن تفاجأنا. أنا وقت بلشنا القصة من سنة من سنتين ونص تقريبا ما كنا متوقعين هالتجاوب ويصير خصوصي لهيدي الكمة اللي صار. يعني هالسنة جينا قلنا بدنا نعملها نحن برمنا على في عنا بطرابلس مؤتمرات عملناهم بصور بصيدة بعلي ببيروت بجوني. هلا عنا جماعة الجديد بنيافة صاربة بصاربة وغيرها للشبيبة هونيك بالمنطقة. يعني اليوم عم نعمل كل هول الفيدباكس عم بتكون مخيفة قدها حلوة. يعني مش مخيفة نيجاتيف مخيفة قدها حلوة. العالم عم بتقول ليه لأنه اليوم عم نحكي شيء واقع بعد ما حدا عم بيحكيه بشكل حقيقي. عم نحكي اليوم شو عم بيصير معه الشخص وليه عم بتصير معه ليه اليوم الطبقة المتوسطة عم تختفي ليه اليوم العالم ما عم تعرف تدير مصرياتها. بنفس الوقت عم نقلهم ليكو في هيدا الحل في هيدا الحل التاني هيدا الحل التالت. نحنا كمان على الأرض عم نخلق حلول مش بس نحنا جايين عم نتفلسف ونقول ايه وهيدا هيك وهيدا هيك وندوع على المشكلة. واليوم الإيكولون صمت اللي عم تنعمل هيدي منظمة بشكل نفرجي المشكلة أول شيء شو الحلول عم تتبع من الجامعات شو الحلول عم تتبع بشيء اسمه continuous education بعد. يعني بعد اليوم بتعرفي لما واحد بيخلص جامعة بيبلش يتعلم مزبوط وين عم يتعلم شو الاختصاصات اللي ممكن يعملها او سبيسياليزاسيون شو الترينينجز الافيلبل اليوم شهر الترينينج شو الفرص اللي عم تنفتح له حتى يقدر يتدرج 100% وين ممكن يلاقي هالامور. طب واحد عباله يعرف شو الكريبتو كرنسي او ديجيتال كرنسي هلا لانه الفنتك والبلوك تشين هلا بده يختار بعنايه بده توجيه صحيح وين يروح يحضره لانه مش مين ما كان طلع طرق سيمينار. يعني هذه هي الخبريه بيعرف مين يحضرها مين اكسبرت فيها مين اخذ الشهادات فيها مزبوط لانه هيدا ما لنا لعبه الخبريه. بنفس الوقت بننتقل للمرحله الثانيه فيها للكمه اللي هي كمان اكيد اول بارت البانل هي كلها عم نحكي دكاتره جامعات او دينز جامعات فيس بريزيدنت لجامعات بزنس سكول او حتى فيس بريزيدنت هو ده انفلونسرز على كل هالطلاب وعلى هول هن بموقع القرار. نحن اليوم اللي منقيينهم بالبانل اللي يكونوا اللي يعني اخذنا الدعم منهم انه يكونوا موجودين هول اشخاص قادرين يكون عندهم القرار
هلا بيتبعوه ولا لا هذا بيرجع لهم، بس حسب ما شفنا انه عم يتبعوا هالامور ونقيناهم بعينيه، لانه هو اللي عم يعملوا شيء ان كان بجامعاتهم او بالسنترز تبعهم الكونتينوس يعني او بالبنوك او بالسوشيال او حتى بالناحيه مصرف لبنان يعني هيئه الاسواق الماليه كمان عنا للتشريع، لانه اليوم نحن بحاجه لتشريع لهو الامور اسما تفلت الخبريه كمان موجود لحتى نوعي العالم، يعني الحضور اللي رح يجي بده يكون عم ياخد تسلسل ورا بعضه، شو المشكله شو الحل وشو التشريعات التدريجيه لحتى يعرف شو له وشو عليه وشو بحق له وشو ما بحق له، وباخره رح نعلن نحن ك اي اتش فاينانشال ككاش فلو فاكتوري كالشركه تبعنا شو او المؤسسه تبعنا يعني شو الحل اللي عم نطلقه بلبنان تيرافق هيدي الامور اللي عم تنعمل على الارض. بس تذكر ضيفي بالاستوديو الخبير المالي والاقتصادي عبد الله حرفوش عم نحكي عن تسقيف المالي والاقتصادي والاستثماري بلبنان. المؤتمر اللي عم تحكي عنه اللي هو بترافق مع الجلوبال ماني ويك ب 17 اذار باليو اس جي باليسوعيه فرانسوا باسيل، وراح بيكون كمان بحضور وزير الاقتصاد، راح يكون بحضوره مشارك ومشاركته، راح يكون في عنده كمان كويستشنز اند انسرز ومدري شو، راح يكون عنده كلمه بالاول كمان يحكي عنا، واليوم كمان بحضور ودعم كبير من اعلامي، من يعني اليوم في محطات تلفزيون رح يكونوا في اوريدي عم بيدعمونا، في كمان راديويات، في كمان مجلات وجرايد كلها خاصه بالاقتصاد والى ما هنالك، في كوميونتي بارتنرز يعني مجتمع مدني واخبار مش مجتمع المدني تبع المظاهرات، مجتمع المدني العادي يعني الجمعي الانجيوات الجمعيات. يعني المهم قصدك تقول لي انه الكل حاسس حاله معني صار اليوم طبعا. يعني بعد بس سنتين ونص منا فتره كتير طويله بالنسبه ل او مقارنه لامور تانية بيجربوا ياسسوا لها، يعني شغله كتير مهمه، لو ما انتم حطيتوا الاصبع على الجرح ما كنتوا يمكن لقيتوا هالتجاوب السريع. العدد محدود 220 شخص اللي هن اللي حكيت عنهم اللي مختارين بعنايه حتى يحاكوا الشيء اللي انتم عم تعملوه. لا العدد هو 10 بانلست رح بيكونوا، ولكن الحضور ماكسيموم في يوصل ل 250 شخص، صاله ما بتساع اكثر من هيك. مش لانه انتم محددين، لانه ما في اي صاله ما بتساع اكثر من، لا ما احنا حددناها بمجرد ما نقينا هالصاله. لو نقينا صاله اكبر يعني بدنا عدد اكبر. بتقدروا تكونوا نقيتوا هالصاله لانه في ما في امكانيات مثلا في كذا سبب؟ لا لا مش هيدا المشكله، مش يعني اليوم ما حتفرق الخبريه 500 و1000 دولار بمؤتمر مثل هيدا كبير يعني سو وهي هالفرق كان عم بيكون يعني لا نحن اليوم او هيدا السنه قررنا تكون مثل الانطلاقة الإيكوليرن صمت اللي هي رح تكون سنوية، هيدا السنة هي كيف بروفا، سنة الجاي رح بتكون بعد أكبر على 3 أيام وفيها قصص وفيها أخبار أكتر، ورح بتكون أوبن للكل مين ما كان، يعني بمعنى unlimited أشخاص ممكن يجوا، ولكن هالسنة حبينا نعلن انطلاقتها مع انطلاقة المشروع اللي عم نعمله مع الحلول، لأنه نحن اليوم مش الوحيدين هلأ صرنا الفاعلين على الأرض بالثقافة المالية والاستثمارية. صار في مؤسسات، صار في منظمات غير، صار هلا هي عدوى ايجابيه، خلينا نقول عدوى ايجابيه اكيد حتى في بنوك، ما نحن هون عم نعمله انه عم نجمع هول الاشخاص وهول المؤسسات وهول البنوك اللي بلشوا بهالموضوع لحتى بنفس الوقت العالم تعرف اذا بدها تروح وين تروح، يعني يمكن في عالم انه مش ما بدهم يجوا لعنا، في مطرح تاني، في قصص يمكن نحن ما عم نعطيها غيرنا عم يعطيها. اليوم الهدف دايما نحن مشدد عليه واللي اوقات كتير بلبنان بعد فاقدينه هو التعاون، كيف يقولوا في الاتحاد قوة، لما نحن بنتعاون مع بعضنا نقدر نعمل البريشر. اليوم بالمؤتمر الاخير تبع عربنات يلي صار بالهيلتون، الكلمة اللي ألقاها دولة رئيس الحكومة مع شيخ سعد الحريري قال شغل كتير مهم وحطيته عندي بوست، قال انه نحنا تفشونا عذبونا دايما بوش قص، اذا انتو شديتوا دفشتونا نحنا بالاخر مجبورين لو نعمل. شو ما صار بدنا نعمل. ونحنا انا اليوم دايما بحمل القطاع الخاص المسؤولية انه يدفش الدولة، الدولة ما حتندفش لوحدها، الله يساعده هالقطاع الخاص إجبار. كل التقلع عليه إجبار. ونحنا موجودين هيك. استاذ عبدالله حرفوش انا بيلفتني بكل التحرك اللي عم تعملوه بكل يعني من اول ما بلشت لليوم انه عن جد بتدقوا بالواقع، مش بتجوا بتعطوا اشياء من الفضاء ولا بتجوا بتقولوا للناس انه بتحكون مثاليات امور ما بيقدروا يطبقوه، عطول بتدقوا بالواقع وبتنطلقوا من هيدا الواقع اللي عايشينه. طب كيف اليوم تقدروا تقنعوا الناس بظل كل هالخنقة الاقتصادية عليهم، بكل هالضرائب اللي عم تنحط على الشركات الصغيرة والمتوسطة واللي في منها عم بتسكر ومنها قادرة تكمل،
كيف تقدروا تساعدون أو شو النصايح اللي بتعطون إياها حتى يثبتوا إجريون ويعرفوا يديروا ماليا أشغالهم حتى يقدروا يواكبوا هيدا الخنقة الاقتصادية اللي عم تحاربهم أكتر ما عم تساعدهم تيوقفوا على إجريون؟ نحن النصايح دايما اللي بنعطيها أول شيء ما كتير تتعلق بوظائف يعني أنا بالنسبة لإلي مش وظائف إدارة مالية بشكل عام يعني ما هي بتبلش أول شيء الخبرية إنه أنت وين ما كنت بشغلك بدك تعتبر معاشك أقل ب10% هي ما في مهرة ما فيك تصرفه كله أكتر منه ما في يعني من الأول بدك تشيلهم كمان مش من الآخر يعني أول شيء أنت بتقبض $1,000 بتعتبر حالك تقبض $900 اليوم الشيء اللي ما بنشوفه ما بنحس فيه وهول لو واحد يكون عنده 10% على جنب بيقدر على القليل يحط على جنب مصاري يمكن $1,200 في عالم بتفكر $1,200 ما بتعمل شيء بينما $1,200 فيها تكون باب لأول استثمار صغير يبلش الواحد يتعلم كيف يستثمر بنقله للشخص بتبلش يستارت سمول بتبلش بصعيد صغير لأنه اليوم ما في واحد يبلش $20,000-$30,000 استثمار لو معه مزبوط. لأنه إذا عامله وخسر بفوت حياة كبير ما معود يظهر منه بحياته دايما بنقله أنت إذا شخص جديد وحباله يفوت بعالم الاستثمار in general يمكن بالعقارات يمكن بالشركات يمكن بالبورصة يمكن بحياله شيء بدك تتعلم أول شيء شو هو بتاخد فكرة عامة بس أكيد الكورسز والكرات هن تيورية وشوية واقع ولكن اليوم ما هو القصص ما بيتعلموا بالجامعة جامعات وبالمدارس بسهولة هول القصص بدك ترجع تطبقهم على الأرض وإلا ما بتكون ما أخذ شيء مزبوط بكل المهن على كل حال أكيد بكل شيء وإذا ما بتطبق على الأرض بشكل صغير لحتى كيف واحد إنه إذا حرق أصبعه الواحد صفى بس إذا حرق وجهه لا ما بعود يسترجع بلش صغير على صعيد صغير تعلم فيها يعني اليوم لما بيجي واحد بيستثمر بشركة مثلا for example $1,000 أو اللي هي بيش اليوم بيشوف هالشركة استثمر فيها بيجي عائدات ديفيدن سنوية بيجي بيشوف انه هلا هو صار شير هولدر بيوصل له ورقة بيجي بيشوف كيف تصير الأمور تدريجيا بيطلع هيك انه اوكي عم يتعلم بس انا اليوم عم بفتح شركة جديدة هذه الشركة يعني تعلمت شو عنا رسومات تعلمنا سجل التجاري على الأرض انا كنت بعرفهم بيور تيوري وخصوصا لما تجي تطبق وخصوصا انا شركتي الأساسية هي مؤسسة منا شركة SRL شركة مساهمة هلأ بعد هالبرمة اللي أخذتها من تقريبا شهر لهلأ ومع المحامية ومع الأوديترز ومع الكذا ومع كذا صرت بقدر أعرف next time إذا بدي أعمل شيء شو بنصح قصص إنه ما نعملها قصص أنا يمكن غلط فيها كلفتني دوبل أو يمكن أنا عملت أمور ما عملتها تعلمتها هيك بقول تعلمته مع انه بالجامعة نحن اخدين كورس عن الشركات ولكن كنت نسي كورس على الشركات مش بس بتنسيه كمان بس تنحط بتطلع لفوق بس تنحط بالظروف غير انك تكون سامع عنا لانه مرات بيكونوا عاطينك حلول ما بتطبق على حالتك بدك انت تنبش على حلول تانية يعني قديش مهم استاذ عبدالله انه الشباب يعني انا بتطلع فيك انه انت شاب انت نسبيا صغير بالعمر لانك تكون عم تفكر بهيدي الطريقه خبرك مفاجاه بس هلا منك كثير صغير لا لا, يعني. لا بس خبرك مفاجاه بعلاقه ايه انه انت صغير يعني بالعمر وبنفس الوقت عم تجرب تفكر بهيدي الطريقه ولا اكثر من هيك عم تعملوا هالدورات عم تروحوا مع ناس اكبر منك يعني قديش مهم انه الواحد يبلش يفكر بعمر صغير هذا اللي بدي اقول لك هالمفاجاه اليوم نحن تقريبا 6 أشخاص عم نحضر للإيكولورن سامت الفريق تبعنا هالست اشخاص انا اكبر واحد فيهم عمري 29 سنة الباقي كله بين 21 وبين 26 انت صدقيني ما بحياتي شفت هالاندفاع ما بحياتي شفت هالشغل القوي اصلا الفريق اللي موجود هنيكي كمان كلهم رح يعرفوه بالإيفنت وكذا هيدا بس تنثبت للشباب ما بدنا نثبت لحدا بدنا نثبت لحالنا للشباب انه نحنا فينا ناخد المبادرة نحنا مش ضروري ننطر إكس وإجراج وغيره انتهن ييجوا يساعدونا نحنا لو ناخد مبادرة فينا نعمل أهم مؤتمر وفينا نجيب أهم دعم وفينا نعمل أهم تأثير على مجتمعنا ما إذا واحد بده يغير بيقولوا الشباب بدهم يغيروا طب الخبرة هون كيف بياخدوها هالشباب الصغار تا يقدروا يعملوا هالشغل كله بالمية بدهم ياخدوها من أشخاص اوريدي يمكن أكبر منهم بشوي مش ضروري بكثير ولكن أهم شغل يكونوا عاملين الأمور يلي بدهم اللي عم بيقولوا بدهم يعملوها يعني إذا أنا اليوم عبالي افتح شركة ما في روح اجي اسأل موظف بشركة كيف تفتح شركة بدي روح اسأل شخص فتح شركة ونجحت كيف افتح شركة او حتى بدي روح يمكن اقضي انا 6 أشهر انترنشيب عنده قل له ما بدي مصاري بدي اتعلم منك
واخد هيك كنا نعمل هاي الطريقة اللي أنا تعلمت فيها. حتى على اليوتيوب عنا من زمان كان في إيفنت عملت كان صاحب السي اي او تبع الماركة في اي بي اللي هي من واحدة من الاونلاين شوبينج بالمنطقة كلها ماركات من بعض وموجود على اليوتيوب اللي بحب يشوف. اول فيديو نزلته بحياتي على اليوتيوب سالته للشخص كان فينا نسال اول شغله سالته اياها وانا بروح على مؤتمرات مش بتنام بروح على مؤتمرات اتعلم هذا الشباب لازم يتعلموا هول الاشخاص اللي جايين لازم يعرفوا هذا الشيء. راحت اول شغله سالته قال شو الاسئله اللي كنت تسالوها سالته شغله واحده شو السر انت قلت هو كان عم يحكي انه عده مرات فشلنا هلا وصلنا نجحنا بهيدي. قلت له طيب شو ليه انت برايك فشلت بالامور يلي صارت معك قبل وشو عملت تتخطى هذا الفشل تنجحت هون؟ كان جوابه وقته واضح وبعده موجود انه انا I didn't have the right team يعني ما كان عندي الفريق الصحيح. بالنهايه في باكج اذا ما كان كله ظابط اكيد يعني اليوم لما يكون عندك الفريق اللي عم تشتغل انت وياه منه ظابط ومن ورا من ورا صار لي سنتين عم جرب نقي بالفريق اللي مشتغل نحن سوا لانه انا كان فيه مين ما كان اليوم مين ما كان بحب يشتغل معي مين ما كان بحب يجمعوا بعضهم يشتغلوا مع بعض ولكن اذا ما بتعرفي مين عم اذا ما عندهم نفس الفيجن نفس الاندفاع نفس الشغل بتصيري كل شهرين بدك تغيري فريق وهذا شيء كتير غلط للبزنس تبعك بيرجعك لورا وبيفشل لك مشاريعك كلها 100% سو هيدي ترجع جوابك على جوابك انه هول الشباب كيف بدهم يتعلموا بكل بساطه بدهم ينزلوا على الارض بده يكون عندهم اندفاع بده يكون عندهم هدف انه يتعلموا عده مهارات ما يكونوا مرتبطين بس مهارة معينة بدون يقبلوا انه يخطوا خبرة مش دايما مع مقابل أكيد. في قصص بدون يعرفوا انه في تضحية شوي أكيد. حتى بعدين هيدي اجباري طب بعدين يصير سعرك عالي او يصير خبرتك بمطرحة او على فكرة هاي من اولى يعني العالم بيجوا بيقولونا انه لا انا ما بنقل على وظيفة الا مثلا ما تكون صار تريب المعاش قلت له قبل ما تنقل بدك تستاهلوا لها تريب المعاش تستاهلوا لها تريب المعاش يعني انت هالقد بتعرف مهارات هالقد عندك فاليو قيمة بتعطيها للعالم بدك تشتغل على السكيلز وعلى المهارات طبعك بعد الشغل بالليل مش أرجيلة ومطعم وصهر وهول بدك تشتغل عليهم لحتى توصل لمطرح انت وفايت على هالانترفيو اللي بدك تعملها هذا الشخص يقول هيدا هو ما بدي غيره او حتى دي ريكمند يو اليوم فتت anyway خبر خبرية بس سريعة بتفوت فتت مرة عند شخص من أهم الشركات الموجودة كان دعينا في حدا أعطاه ريكومنديشن إنه هذا الشخص فيك تشتغل معه منيح وكذا فتنا لعنده أول شغلة فرجاني إياها وقته كتسة السيفيات اللي موجودة حده أنا ما كنت مقدم سيفي قلت له إنه قال لي ليك ما بعرف شو بدي أعمل هول فيهم بس في عالم كتير مقدمة صح. وأنا حكيتك لأنه إكس نصحني فيك Exactly. اليوم أنا اللي بقوله للشغلة إنه أنا اللي زعلت بالمنظر كله على كتسة السيفيات ما زعلت إذا مش اشتغلت معه ولا ما اشتغلت صار ولا ما صار حديث كله هذا بيبقى بيناتنا هونيك بس الفكرة أنا اللي بقوله هي كتسة السيفيات اللي عالم عم بيروحوا شباب يقدموا طب إذا اليوم في مدى 60,000 ما رح أقول رقم في إكس رقم طويل عريض بيتخرجوا بزنس بيتخرجوا هندسة بيتخرجوا محاماة كل هول آخر سيمستر الهم الوحيد عندهم كيف يقدموا سيفياته طب شو متوقعين ما هن عم يعملوا نفس الشيء اللي عم يعملوا غيرهم يعني هون بدنا نقول تنوضح شغلي عبدالله انه اليوم في مسؤولية مشتركة صحيح ما في يمكن فرص عمل كتيرة بالدولة يمكن ما في توجيه كما يجب بس كمان الشاب اللبناني والبنت اللبنانية اللي عندها طموح بتبحش بإيديها وبإجريها طبيعي. بتاخد خبرتها بتثبت حالها بحيالة مطرح بتضحي بس مش انه انا يي ما فيني اصرف على حالي ما فيني روح اسهر ما فيني روح اظهر خلصت حياتي بقعد بنهار هي شغلة ينتبهولها يا الواحد بده يضحي بالمستقبل بالحاضر كرمال المستقبل او بده يضحي بالمستقبل كرمال الحاضر ما في غير حل وما فينا نفكر بهالطريقه اليوم بنلاقي شباب بعمر الأربعين سنه ما تزوجوا لانه ما قدروا يلاقوا وظيفه ويفتحوا بيت علما انه اذا انت بتنبش وبتبحبش الا ما تلاقي فرصه عمل بمطرح من المطارح بس شويه تواضع فيني سميها اكيد جدا رح تضحك علي اذا قلت لك هالشغله بس نحن بلبنان انا بنظري تاني بلد بعد امريكا اللي هو lands of opportunities ارض الفرص رغم اقتصادنا الصغير
رغم اقتصادنا الصغير نحن بالمنطقة كلها بحبونا بحبونا مش كلبنانية، بحبونا بيشوفونا كيف نحن بنشوف الأوروبية والأجانب وغيره كأشخاص متطورين، أشخاص دايما منفتحين. نحن عنا الليبرالية اقتصادية، هيدي الليبرالية بتسمح لنا نحن نعمل الأمور اللي بدنا إياها واللي حوالينا مش قادرين يعملوها، والقادرين فينا نكون عنا نحن اكسبوجر. اليوم بطلنا محصورين نحن بلبنان، اللي بعده مفكر إنه سوقنا لبنان هو غلطان. سوقنا صار الانترنت الاونلاين، سوقنا صار الفيسبوك، بيقولوا اكبر بلد بالعالم، مليارين بني ادم. اليوم نحن على الفيسبوك فينا نتواصل مع اي انسان على الكره الارضيه. بدك تفتحي حساب ببنك برات لبنان بيطلبوا منك صوره عن باسبورك، بيطلبوا منك افاده سكن من مختار، بتصور تبعتيهم سكاند لبرا بلا ما تسافري حتى. بدك تعمل شيء ابلكيشن بتروح اليوم شوف قديش في بيزنس من ورا الفيسبوك. بفتح صفحه بفتح محل انستغرام، ايه بفتح محل وببيع عليه فيسبوك وانستغرام. يعني شغله كتير مهمه للي بده فيه. المهم يكون في اراده. نحن قطع علينا كتير بهالسنتين ونص، اشخاص بتضويلهم العشرة بيقولوا لك لا ما بتزبط وما الي جلاده، وبيرجعوا بعدين بينقوا انه ما معهم مصاري. واشخاص لك ما بتلحق تعرض الفكره قدامهم بيكونوا صاروا فيها او هن اخترعوا فكره. هون بيرجع لطبيعه الانسان وقد ايه اندفاعه، وهو اذا عارف شو بده بهالحياه. في عالم توصل حياه مش عارف شو بده بكل صراحه. سو بده يحطوا اهداف لهم الاشخاص، شو الاهداف اللي بدهم يشتغلوا عليها، وبلشوا يلاقوا الطرق تيلاقوها، وبس يفتحوا راسهم تينبشوا على فرص عن جد بجديه. مثل ما قلتي كمان بشويه تواضع بشويه هدف. انا اليوم نحن وهي شغله اخيره رح اقولها، اليوم بفكرونا العالم نحن ضد الوظائف. انا كنت موظف 7-8 سنين وانا بعرف اهميه الوظيفه. نحن ضد العقليه الوظيفيه، يعني الامبلوي مايند سيت. بمعنى العقلية الوظيفية هي انه الشخص انا بشتغل مقابل اقبض، اذا ما بقبض ما بدي اشتغل. العقلية الانتربرنور او صاحب المصلحة او اشخاص بدو يستثمروا، عقليتهم انه انا بدي اشتغل تأتعلم ومن بعدها بشوف كيف ارجع بقبض، بس مهم اول شيء اتعلم لحتى يصير عندي سكيلز وكذا. اليوم في عالم كتير في يكون عندهم مصالح هنو بوظيفتهم، مزبوط، في يكون عندهم استثماريات هنو بوظيفتهم، في يكون عندهم بالعكس الوظيفة شيء كتير مهم وشيء كتير اذا الشخص مرتاح فيها ومأمن فيها. في عالم بينسلوا على الوظيفة طبعاً كانوا نازلين على مصلحتهم، صح، وعالم تاني نازلين على وظيفة مثل كانوا نازلين على الحبس وبينزلوا ما بيكون عندهم انتاج مثل ما بيكون هديك عندهم انتاج، وبيروحوا على حالهم فرص انهم يتقدموا انهم يتطوروا. على كل حال ترجع كمان للشخصية عبدالله. اليوم شابين بنفس البيئة، واحد بشوف بسلبية انه يا الله هيدي اثار الحرب سكرت للدنيا كلها، ما بقى عندي فرصة عمل، بدي احسن شيء يا هاجر يا روح انتم. واحد تاني بيكون عم بفكر انه لا انا بدي جرب غير، بدي اشتغل على حالي، بدي افتح افق. هيدي شغلة بترجع انه اذا بفكر سلبي ولا بفكر ايجابي. وبرجع بقوله اوعى تفكروا لبنان وضعه الاقتصادي تعبان، طلعوا امريكا وقدر اقتصاد تعبان اكتر، اوروبا عم بينقوا، استراليا عم بينقوا، هلا بالسعوديه عملوا بالسعوديه حمله مكافحه فساد طويله عريضه طيمولوا المشاريع في مشكله بالخليج كله هلا نحن قادمين على كريزة عالميه، في ركود اقتصادي بالعالم كله حاليا. هو الاسهم عم بيطلعوا شوي ماشي اخر يعني على اخر نفس. اليوم المشاكل يعني اليوم بحد يفكر انه الحل بالهجره، لا الحل ابدا، اللي عم بيروح لبرا عم بيرجع بكل الاحوال. نحن لما صارت الازمه العالميه لبنان كيف كان بمنقع عنا؟ لانه لبنان عن جد هو شيء اكيد هذا بيرجع لحاكم مصرف لبنان سيد رياض سلامه على ادارته الحكيمه للقطاع المصرفي. هي عم بقولها مش انه مجامله لحدا، لانه كل الكريزه البنوك اللي صارت بالعالم نحن كمصارف لبنانية ما كانوا داخلين بهول السندات وقتها، والخطرة جدا بس يطلع لهم ريتر عالي وكان ما لازم يفوتوا فيهم وما فاتوا فيهم. هذا شيء كتير حمانا. هلأ تأثروا مين؟ اللبنانية اللي برا تأثروا، اللبنانية اللي هون صار وضعهم أحسن من اللبنانية اللي برا وقتها. اي لأنه لأنه هن استثماريتهم برا وأشغالهم برا. طب عبدالله حرفوش بآخر الإيكوليرن سامت بكون تطلعوا بخلاصة، شو ده الهدف من هيدا المؤتمر؟ شو الخلاصة اللي بدكم تطلعوا منها؟ وبرجع بذكر رح بيصير ب 17 مارس باليسوعية بقاعة المتحف، يعني الانوفيشن سبورت كامبوس. هلا الخلاصة هي ما هي الحلو فيها انه في مشروع رح ينطلق من خلاله،
هذا هو الخلاص هيدا. يعني هي جديدة. نعم هيدا السوربريز رح بتكون هي مشروع اللي قلنا عنه نحن رح ينطلق من خلاله بآخرة تيواكب هيدا التطور هيدا الشيء اللي عم ينعمل على الأرض. الخلاصة هي أول شيء شو عم ينعمل بالجامعات بنفس الوقت شو عم ينعمل بعد الجامعات بنفس الوقت من بعضها الثقافة المالية اللي مهمة للكل مين عم يعملها وين فيهم يلاقوا منها وشو الأمور اللي عم تنطرح وشو الريجوليشن والتنظيم لها بالثقافة الاستثمارية. وآخر شغلة رح تكون الخلاصة هي نظرا لهيدي المشكلة الموجودة وهيدا الحل اللي موجود على الأرض رح يكون نحن الحل الأونلاين مثل ما بقوله الأونلاين رح ينطلق من خلال الإيفنت تيواكب كل شيء عم بيصير على الأرض بعدين تكون في تناغم بين الأمور اللي عم تنعمل على الأرض والأمور اللي عم تنعمل أونلاين. كل شيء فيرتشول يعني كمان مش يعني فيرتشول وقصص أونلاين بتواكب اكزاكتلي يعني شو في مثلا على الأرض هو ذاته بيكون صار موجود أونلاين. أوكي. هيك الأشخاص بنفس الوقت وين ما كانوا بعيد بأي ضيعة بأي مدينة بأي بلد اليوم نحن سوقنا هو كل الدول العربية وكل مينا ريجن اللي بيحكوا عربي. هيدا سوق كتير كبير هيدا بيحوي 600-700 مليون بني آدم إذا مش أكتر. يعني دايما عنده أنا مشكلة بالأرقام لأنه دايما بغيره من سنة لسنة كله أصلا ما عنا نحن أرقام دقيقة فعليا 100% ما عنا للأسف كتير ما بيصرحوا فا هول كلهم ما حدا عم بيطلع فيهم ما حدا شايف شو بدون يعملوا مش هنقول إنه نحن جايين نخلص البشرية نحن عم بلش تدريجيا مثل ما بلش الفيسبوك من 10-11 سنة اللي هن مبلش من زمان كان بلش أبليكيشن بلش ويب سايت كل ما تفوت عليه كان بروجي جامعة أول ما بلش كان بروجي جامعة وأضرب من هيك كنت تفوتي على على البروفايل تبع عبد الله يوديكي عند إكس فلان كان يعمل كراش كتير كان عنده مشاكل هلأ صار بلاتفورم عالمي بس لك بعد كم سنة مزبوط. بشكل كبير يعني بشكل قوي سو نحن بنعرف قيمة الوقت وبنعرف إنه المشاريع بدها تاخد وقت ولكن ونحن صبورين ومستعدين لهذا الشيء تدريجيا ودائما بندعي الأشخاص يكون عندهم هيدا الصبر ويكون عنده هيدا الاستعداد ما يكونوا حايصين. اللبناني حويص على كل حال. الأفانتاج أنه أنتوا عم بتبلشوا بعمر صغير فصبركم بمحله قادرين أنه تنطروا حتى توصلوا للنتيجة اللي بدكم إياها. مش هيك بنرجع منقول أنه كل الشباب يبلشوا بعمر صغير مش تنطروا لتصيروا بثلاثين وأربعين سنة تصيروا تقولوا الوقت عم بدهمكم وعم عم يسبقكم بس لو وصلوا للتلاتين أكيد مش يفكروا دغري يبرروا لحاله. لا 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 مش ضد اكيد مش ضد بس فيك تعمل استثمارات صغيره مش ضروري تضرب عتيل يعني انا مع الشباب بشكل بس انه انت نشجع اولادنا بكره مين ما عنده اولاد وبكره عم يكبروا عرفوا كيف تشجعون وتوجهون انه يكون عندهم هالاندفاع وهالروح المبادره اللي كثير مهمه. اليوم الشباب هو اللي عم تحكي عنه اولادنا هن اللي رح بيحددوا وظائف المستقبل 100% بعد 30 سنه و40 سنه المجتمع هن كله بالعشرينات المجتمع كله رح يتغير من وراء كيف نحن بنشتغل عليهم هلا. على كل حال كمان بس اقول لك انه الاهتمام العالمي بلبنان كتير كبير يعني مش بس على المستوى الاقتصادي. اذا بتجي لا جد اذا بتجي بتطلع اذا بتجي بتطلع بتفكر انه هالبلد الصغير واللي فيه احلى منه يمكن بكتير وفي عندهم امور احلى منا وماشي الحياه العامه بشكل كتير طبيعي وبتلاقي مثلا في بلد مهتم فينا من الناحيه الثقافيه بلد من الناحيه الفنيه بلد من الناحيه الاقتصاديه يعني في اهتمام عالمي بهذا البلد. غنى. نحن مدام قلديكو عنا غنى رائع بس نحن أوقات حتى كمان ما يفهم كأنه بغلط مش منيح بحق حالنا. كل العالم تتمثل فينا كل العالم تحكي عن الزكا اللبناني وكل العالم بدها الزكا اللبناني إلا لبنان اللبنانية بحد ذاتهم ما بيعرفوا قيمة بعضهم وقيمة حالهم. أول شيء لازم نبلش نظبط بيتنا نحن من جوا أكيد الحكي اللي ما عم بحكيه ما عم بحكي لا حكي سياسي وبعيد عنهم هول وما بالنا فيهم اللي عم بحكي هو اقتصاديا واجتماعيا. نحن اليوم مع انه السياسة بتخدم الاقتصاد اذا اشتغلت مثل ما لازم بطبيعة الحال بس نحن ما قلنا فيها بيرسونلي كان نحن الشيء كمجموعة قصدك. نعم نحن اللي عم نشتغل عليه بشكل كتير كبير وهذا اكيد نحن مش ما قلنا فيها بمعنى ما نطلب الدعم منهم. يعني اليوم عنا مؤتمر برعاية وزير الاقتصاد بغض النظر عن اي انتماء سياسي لإله بس اليوم مؤتمر اقتصادي للشباب بالنهاية بدك تتعامل مع الواقع الموجود معك يي لانه مثلا مش من خط السياسه بلاه لا بالعكس بدك فبده يكون اليوم نحن بدنا نفكر شوي بلبنان قبل ما نفكر بالشباب نحن قبل ما نفكر هيك بزويريب وبقصص صغيره.
يعني إذا نحن هاللبنانية ما بلشنا حقيقة نطلع من هول الأمور الصغيرة تبعنا والأمور يلي بتعركج والأمور يلي عن جد بترجعنا لورا وبتفقد ثقة العالم فينا. اليوم العالم لما بيشوفونا نحن بين بعضنا عم نحكي عن بعضنا، نحن بين بعضنا ما بنحب بعضنا، كيف بدهم يحبونا؟ وإذا نحن ما بنحترم بعضنا كيف بدهم يحترمونا؟ أكيد 100%. يعني أنت بتفرض احترامك على الشخص لما أول شغلة أنت بتكون بتحترمي حالك، من بعدها بتروح الخبرية بتفرضي عليها. إذا الشخص بيشوفك أنت شخص منك محترم حالك ما رح يحترمك بطبيعة الحال. سو هيدي الشغلة عم بقولها إنه نحن اليوم عم نشتغل على الأمور يلي بدق بلقمة عايش العالم يلي عن جد نحن بحاجة لها. الشق الاجتماعي تبعنا تقريبا منهار بمجتمعنا، عم نحكي الواقع مثل ما هو، لأنه البارت الاقتصادية تبعنا منا راكبة ومنا ستيبل. بس كتير مهم أن تكون عم تعطي نفحة أمل للناس أنه مش مزبوط أنه هالاقتصاد منهار. قد ما يقولوا لكم رايحين على أزمات، إذا كل واحد بيعمل مبادرة بنرجع بنقدر نستلحق مثل ما بيقولوا كل الأمور اللي عم ينقزونا وخوفونا منها. إذا عم روح على ختام الحلقة وعم يخلص وقتنا أستاذ عبدالله حرفوش، بس اليوم واجهتوا شي عقبات بالتعامل مع الأكبر منكم اللي اعتبروا حالهم أنه هن عندهم خبرة أكتر منكم وما قدروا تقبلوا أنه مجموعة شباب مثلا يعني بالأروغانس تبعهم ما قدروا تقبلوا أنه ناس ما بعرف عم بجرب قد ما فيه تضوي على كل النقط يعني من دون ما تسمي، بس واجهتوا هيك قصص؟ ما رح أحكي سلبيا. اللي رح أقوله أول شي بدي أتشكر الأشخاص يلي عن جد إيمانوا فينا لأنه كتير كتار، واللي موجودين معنا كبانلست واللي دعمونا والعافية الأسامي اللي راح تكون معكم سيريسلي. يعني في مين ما كان يفوت على الويب سايت وبعد في أشخاص جايين بالداء www.ecolearnsummit.com فيكن تشوفوا الأجندة، تشوفوا مين الأشخاص اللي رح يكونوا وغيرها. وأنا بتشكرهم فردا فردا لهالأشخاص لأنه عن جد آمنوا بالشي اللي عم نعمله، وما بزعل من الأشخاص وبتفهمها من الأشخاص يلي بعد لك في عالم كيف توما، في عالم بحبوا يشوفوا سنتجين الله راد بيكونوا معنا. بدون يراقبوا شو عم تعملوا على حقهم، ليك حقهم. اليوم في عالم بس ما واجهكم الناس انه جربوا مثلا يهاجموكم انه ما تقبلوا انه مجموعة شباب عم بتجرب تعمل شيء على هيدا المستوى؟ لا، بعتقد اصلا لو بينهم وبين حالهم ما رح يتهجم علينا هذا الموضوع لانه كتير غلط. يعني ما فيك انت اليوم تقولي لمجموعة شباب انه ما فيك تعملوا هالامور او انتم مخارج او كذا. بالعكس اليوم نحن بجو كله عم يشجع الشباب. يعني لو حتى الشخص بينه وبين حاله مش مبسوط بالخبرية ما رح يقلك إياها. بس برجع بقوله الأشخاص يلي يمكن بمطرح من المطارح ما آمنوا بعد لهلأ بالفكرة اللي عم نطرحها رح يوصل وقت وإجباري يأمنوا. نحن دايما 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 أوبن لكل التعاون مع كل الأطراف مع كل العالم، لأنه ما بهمنا إلا أنه نحن كشباب كولادنا لقلنا أول شيء ولاد الأشخاص اللي معنا، وبعدين أول شيء كشباب نقدر نتجوز نقدر نتعلم. أنا مجوز صح بحكي عن الشباب كله، نقدر نكبر ولادنا ونربيهم بمجتمع بيشبهن. مشان هيك أنا قبل شوي قلت لك عن قصة اللي بعمره 40 سنة ومش قادر يتجوز. آخر سؤال لألك أستاذ عبد الله حرفوش، إذا ربحت 10,000 دولار شو بتعمل فيها؟ 10,000 دولار؟ هي بدها حلقة لوحدة. لا 10,000 دولار رح بلش لك بالأول. لاحظ أنا حطيت مبلغ مش كبير لأنه عم بيربحوا يمكن 500,000 ومليار ومدري شو الناس. 10,000 دولار. 10,000 دولار اللي ما بيعرفوا هذا مبلغ كبير. أوكي. اللي بالاستثمارات. بس ليه حقلك شو عامل؟ رح أقسم لك إياها بطريقة مهضومة. أول شغلة بعملها فيها هي إذا ربحتها، يعني غير المدخول اللي عندي إياها. إيه لا هي ربحتها زيادة، هيدي أول شغلة بعملها إضافة. أول شغلة بعملها 30% بشيلها على جنب as emergency fund لحتى لا سمح الله صار ما صار عزتو كل liquidity. 33% يعني تلتها 33% بحطها تستثمرها تستثمرها باستثمارات تاني، و 33% بخصصها من هلأ لسنة كرمال لنكون عم نساعد اجتماعيا ضمن كيف CSR وغيره، ونساعد غير مجتمعات وغير جمعيات وغير أشخاص فعلين ما بيلحقوا يتلقوا الدعم لهنا بالدنيا. حلو، إذا 10,000 دولار عملت فيها هالأشياء كلها يعني 33% كتير كبيرة برضو للاستثمار. للاستثمار. طيب أنا بشكرك كتير ويعطيكم العافية، وإن شاء الله سنتجي كمان بتكونوا عم تعملوا الإيكو ليرن سامت
تو خلينا نقول بإذن الله وتكونوا أكيد وصلتوا للأهداف اللي أنتوا بدكم تحققوها من خلال هيدا المؤتمر. بإذن الله. يعطيك ألف عافية، تحية لكل الأكيب اللي عم يشتغل معك. أكيد تحية لألهم شخص شخص يعني. وإن شاء الله عدواكم الإيجابية طال كل الشباب، يكون عندهم روح المبادرة، يكون عندهم هالحس الاجتماعي أنه يكونوا فاعلين بالمجتمع وما ينطروا عمر أكبر حتى يشتغلوا. أهم شيء. ميرسي كتير لألك متابعينا. فاصل إعلاني وبتابع صفحات الأسبوع.